أخبار اليوم. وصديق عزيز علينا جميعا فنان حسن مصطفى. حسن مصطفى كان في حياتي رجل دم الكل، لطيف المعشر، دائم الضحكة، مخلصا في عمله، مواظبا عليه، ملتزما. كان الناس ما تعرفش عنه انه حوالي 25 عمر عملها، زائد 3 حاجات عملها. كان مؤمنا خالصا ولا تفوت الصلاة. لا، كواليس هذه جميلة كانت كتير قوي. وأنا مش فاكر حاجة في الكواليس غير أنه كان كل الناس بتحب بعضها، وكل الناس بتأدي عملها بخلاص مع ضعف المادة. كنا كلنا، لكن كلنا بنكون محبين للعمل. ولما الأستاذ فؤاد مهندس ومدام شكار قدوة لينا في العمل ده، كان حسن أيضا قدوة لينا. ونحن كنا نحن أنا والأخ سيد زين ربنا يديله الصحة، كنا من ثمان نفس القدوة، وكنا على مدوار إن شاء الله الحمد لله، وهو الحقيقة في جنات النعيم. كان زي أخ كبير ليا، وكنت بعزه يعني حاجة جامدة جدا يعني. فهنعمل إيه؟ يعني إن الله وإن الله يرجعه.